السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إتماماً لسلسلة شرح دروس مادة التربية الإسلامية للمقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا أحرار، هذا هو الدرس الرابع من المدخل الثاني بعنوان واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يشاهد المقاطع السابقة ستجدون روابطها في علبة الوصف. العناصر التي سأتطرق لها خلال هذا الدرس إن شاء الله تعالى كالتالي: أولا، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، واجبنا تجاه الحبيب عليه الصلاة والسلام. العنصر الأول، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب عليه الصلاة والسلام 12 ربيع الأول عام الفيل بمكة المكرمة، وقد كان يتيم الأبوين، حيث توفي والده عبد الله ولا زالت أمه آمنة حاملا به، وتوفيت أمه آمنة بنت وهب لما بلغ من العمر 6 سنوات عليه الصلاة والسلام، فتكفل برعايته جده عبد المطلب. العنصر الثاني، مقاصد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الأهداف من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم للناس. فمن هذه المقاصد إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ودعوتهم لتوحيد الله تبارك وتعالى، وإنقاذهم من النار والأخذ بيدهم إلى الجنة، وتزكية نفوسهم وتطهيرها، وإرشادهم لمكارم الأخلاق، وتوضيح المعاملة الحسنة. هذه من مقاصد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العنصر الثالث، واجباتنا تجاه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فبعدما تعرفنا في دروس سابقة عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن المعاناة التي عانها لتبليغ هذه الرسالة السماوية، وعن فضائله وأخلاقه وأوصافه عليه الصلاة والسلام، فما هي واجباتنا تجاهه؟ أولا، الإيمان الجازم بصدق نبوته، أنه نبي مرسل، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأفضلهم عند الله تبارك وتعالى. ثانيا، محبته والشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون رسول الله أحب إلينا من والدينا ومن أنفسنا ومن الناس أجمعين. ثالثا، الاقتداء به والتخلق بأخلاقه، فمن دلائل محبته هي أن تتبع هديه وتسير على نهجه وتقتدي به صلى الله عليه وسلم. رابعا، طاعة أوامره واجتناب نواهيه، والمحافظة على سنته صلى الله عليه وسلم. كذلك من واجباتنا توقيره وتعظيمه والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أذكر وليس آخرا، نشر دعوته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من نشر دعوته عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار درسنا الأخير من المدخل الثاني، مدخل الاقتداء. وهكذا نكون قد أتممنا شرح دروس المدخل الأول والمدخل الثاني، لكي نشرع إن شاء الله تعالى في شرح دروس المدخل الثالث. أتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.